أعتقد إن الدستور كان متقدم عن وثيقة 2012 ومتقدم عن وثيقة 71 للدستور فيما يخص حقوق الحريات بصورة إجمالا يعني ومنهم المرأة. بس احنا كمان يعني تجربتنا مع النصوص الدستورية والقوانين إنه مسألة ما بتقفش عند نص دستوري ولا قانون، بتقف عند إرادة سياسية لتفعيل القوانين دي ونصوصها. وبالتالي الاختبار الحقيقي إذا كان يعني الدستور أو الوثيقة دي ساعدت المرأة إنها تكون موجودة في المساحة العامة ولا لأ، إدتها فرصة أفضل إنها تكون ممثلة في البرلمان في المجالس المحلية، أعتقد ده هيختبر حقيقة يعني في الاستحقاقات اللي جاية المختلفة من برلمان لرئاسة. رئاسة أكيد الموضوع يعني مش باين إنه في ملمح لأي مرشح رئاسي محتمل ست، يعني أعتقد إن إحنا قدامنا شوية حلوين. بس البرلمان والمحليات هتكون فرصة حقيقية، خاصة إن في الدستور برضو في الأبواب اللي يعني نصوص بتشير إلى ضرورة إن القوانين الانتخابية تضمن تمثيل عادل أو تمثيل أفضل للمرأة للشباب للأقباط، يعني في الإشارة دي يعني. بس طبعا القضية هي هتبقى إزاي تحول ده لحاجة حقيقية، والقضية ان انت بس ما تشيرش لتمثيل عادي، انت المفروض يعني ايه يعني ترسانة القوانين اللي انت محتاج تفكر فيها عشان فعلا تساعد المرأة انها تكون موجودة في المساحة العامة. ايه القوانين الرادعة لمسألة التحرش اللي هي قضية رئيسية بتمنع المرأة انها تكون موجودة في المساحة العامة؟ لما بتتكلم على الدوائر الانتخابية هل هتقسمها بصورة تسمح يعني بفرصة اوسع لمشاركة من المواطنين؟ هل هتعمل نظام القائمة اللي بيشجع انه يبقى في تنوع في المرشحين المصريين في البرلمان؟ هل هتبص على جوه مؤسسات الدولة ايه القيود اللي بيحصل يعني بتزلل او قيود موجودة تجاه المرأة ان هي تترقى في المناصب المختلفة؟ يعني حاجات كتيرة وتفاصيل اكثر اهمية من مجرد النص الدستوري. بس في المجمل النص الدستوري اعتقد افضل، بس طبعا مش يعني افضل وثيقة دستورية ممكنة، واكيد فيها مشاكل في يعني امور اخرى زي العلاقات المدنية العسكرية وخلافه يعني. بعد الثورة الميزة الأساسية إنه الثورة فتحت الباب للستات وإنها تنظم نفسهم وإن يبقى فيه تنظيمات حقيقية قريبة من الشارع، بتخش في اختبارات مختلفة، بتنظم نفسها في تظاهر، بتتحرك في مناطق غير تقليدية. يعني اتكسرت فكرة التنظيمات الهشة، التنظيمات التقليدية اللي جاية من فوق اللي بتتكلم في قضايا المرأة بصورة متعالية جدا، والمجالس القومية اللي ما أدتش دور وما زالت يعني أعتقد يعني بالعكس يعني بسبب فتح مساحة التنظيم للمرأة حتى المجالس التقليدية ابتدى يبقى عندها ضغط زيادة ان هي تبقى بتتكلم بلغة مختلفة وبلغة جديدة وتلعب ادوار اقوى من الاول، لان يعني بقت في تنظيمات اخرى للمرأة بتعبر عنها ويعني وبتهدد احتكار التنظيم الواحد بتاع المجلس القومي للمرأة ولا المجلس القومي للشباب ولا كل المجالس القومية اللي كانت بتحتاج التمثيل المرأة. فاكيد دي الميزة الحقيقية، واعتقد ان قضايا المرأة بقت اوضح يعني بقت موجودة اكتر، بقى في كلام عنها بصورة مستمرة انا في تقديري قبل السابق يعني. فمن الزاوية دي اعتقد ان المرأة تمكنت بصورة يعني زي ما كل المصريين يعني حسوا بثقة بالنفس زيادة في ده. بس على مستوى سياسات او على مستوى يعني حكومات يعني هل تغير يعني طريقة تعاملها مع المرأة؟ هل بتبص للمرأة بتشجيع أو لمساحة عامة؟ أكيد لا. يعني على مستوى سياسات على مستوى حكومات يعني ما شفناش يعني حاجة ملموسة حقيقية سواء يعني فترة المجلس العسكري أو حتى فترة وأكيد فترة الإخوان وحتى ما بعد الإخوان، يعني حتى الآن ما فيش يعني تغيير أو رؤية جديدة أو محاولات يعني جذرية. يعني ابسط حاجه للتعامل مع قضيه التحرش في جامعه القاهره، يعني شفنا رد فعل الحكومه رد فعل الناس كان رد هزلي، يعني الناس مش بتجد تبريرات ومش بتفكر قد ايه انه ده حق اصيل لاي مواطن هو يمشي بحريه وامان، وانه ده جزء اصيل من ليه المراه مش موجوده في المساحه العامه، وانه اي دوله او اي حكومه بتحترم نفسها المفروض انها تشجع كل المواطنين يكونوا جزء من المساحه العامه وليهم حريه وامان وحق ان هم يعبروا عن افكارهم من غير بقى تبريرات لابسه ايه ومش لابسه ايه والكلام الفاضي ده. يعني اعتقد برضو مره تانية وده اعتقد لشطاره التنظيمات الجديده الخاصه بالمراه مش لمبادره المجتمع المدني او حتى الاحزاب السياسيه الاوسع، المراه عرفت تفرض شويه قضيتها على النقاش العام وعرفت تفرض قضيتها على السياسيين
والاول مره كان في مرشحين في الرئاسه في 2011، يعني رغم ان حسين كامل ما نجحتش، بس لاي مره كان في مرشحين بيتشجعوا بياخدوا الخطوه ستات كده. لاول مره في مصر في رئيسه حزب، والمنافسه على رئاسه الحزب كانت بين سيدتين، فدي كلها ملامح ما ينفعش ان الواحد يغفلها. بس ده مش بدور المجتمع المدني، ولكن المجتمع المدني في الفتره الاخيره مضطر انه يتفاعل مع القضايا دي، والاحزاب بقت مضطره تتفاعل مع القضايا دي. وفي النهايه هو يضمن يعني حقيقي تمكين حقيقي للمراه وبتاع، هو التنظيمات الجديده والروح الجديده، وان المراه تاخد يعني المبادره بنفسها وان هي تزق نفسها. واعتقد ان هم قادرين يعني، وفي اكتر من مناسبه وفي اكتر من فرصه يعني بيثبتوا حضور، سواء في مظاهرات، سواء في مشاركه في انتخابات، سواء في تفاعل مع احداث سياسيه مختلفه. يعني كل مره قادرين يقدموا نفسهم ان هم طرف مهم، وما ينفعش ان حد يتجاهله ويتخطاه، مش بس بحكم العدد، لكن كمان بحكم الابتكار والقوه والقدره ان يدافعوا عن نفسهم بشجاعه اكتر كتير من رجاله ومن ناس تانية يعني. فاعتقد ده اللي هيفرض على المجتمع المدني انه يعمل حاجه مختلفه او يتفاعل مع القضيه دي. بس برضه ما اعتقدش المجتمع المدني حتى الان برضه اسهم بصوره مختلفه او متميزه، لو بكلم المجتمع المدني الاوسع يعني كتنظيمات، نقابات، احزاب. لا يعني في مساحات وفي احزاب جددت من روحها وبتقدم خطابات، بس على المستوى العام لسه مشواره طويل يعني. وتركيبتنا كلنا للشباب، وجود المرأة في الهيئة العليا، أو وجود المرأة في فترة احنا كان عندنا أمين مكتب سياسي سيدة، في المكتب السياسي موجود ثلاث سيدات، في الأمانة العامة كان موجود أكتر من بنت أو سيدة يعني شابة يعني. والمسألة أصلا مش بتبقى محل تفكير أو محل سؤال أو محل هل المفروض، مش بتتعمل بصورة بنفكر فيها كتير. هو طبيعي انه الاكفاء اللي موجود لو بنت شاطره بتلاقي نفسها بسهوله موجوده في مناصب عليا او في قيادات او في خلافه. اعتقد بين الشباب طبعا يعني دي الصوره على مستوى المدينه وال يعني الحضر بصوره عامه. طبعا اكيد لسه بقى يعني لسه في حاجات ممتده يعني متخطيه مساله الاجيال وكده فيما يخص المراه يعني. طبعا في نظره دونيه وفي نظره انه لا ما ينفعش انها تستحق، انه القضايا مش اولوياتها، وحتى جوه شباب اكيد ده موجود. بس النسب اعتقد بتقل كل مدى ما بين الشباب نظرتهم للمراه واعتيادهم انه المساواه ده مش رفاهيه، او لغتهم ان المساواه ده حاجه طبيعيه واصيله وما ينفعش ان احنا نتجاهلها وبنتعامل معاها بصوره طبيعيه، مش بأسئلة كتيرة ونفكر فيها وبتاع. وده في رأيي تقدير حتى في المظاهرات أو في المجال العام بتلاقي إنه الولاد والبنات عاد يعني متفاعلين، ومفيش نظرة لا ما تنزليش، لا تنزل، لا ما تعملش، يعني كل الكلام ده بيتخطى على مستوى الأجيال. لكن أكيد طبعا لسه في مناطق ولسه في قطاعات زي أي مجتمع في الدنيا يعني متأثر بأفكار وخطابات يعني ضد المرأة، ومنهم شباب أكيد يعني.